بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إليه المصير. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات رب بك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا.
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء
والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم
وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد. وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فادعوا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بك بالعشي والإبكار
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء خالق كل شيء لا إله إلا هو
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل
ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وخسر هنالك الكافرون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.